ازاله الشعب بالليزر زي ما قلنا في اسباب مرضيه هنحتاجها وفي اسباب تجميليه. امتى نعمل ازاله شعر بالليزر؟ لو عيانه عندها مناسبه او عندها فرح امتى تبتدي؟ ما تجيش العيانه قبل الفرح بشهر شهرين تقول يا دكتور انا جايه اعمل الجلسات. زي ما بتستعدي لجوازك قبلها بسنه لازم هتعملي ازاله الشعر قبلها بما لا يقل عن 8 شهور، لان هو بيحتاج جلسه اقل حاجه يا كل 3 اسابيع يا كل شهر مره. ليه هقول لك الفكره دي؟ لان دوره حياه الشعره 3 شهور وهي بتتغير كل 3 شهور. لو رحتي تعملي عند حد وقال لك احنا ممكن نعمل كل اسبوع جلسه، صدقيني كده غلط وممكن الشعر كله هيرجع تاني. هتيجي تقولي لي في ناس اصحابي عملوا 4 جلسات وفي ناس عملوا 20 جلسه مع ان كانت هرموناتهم سليمه. اختلاف الريسبونس او ان هو يدي نتيجه للليزر بيختلف من بشره لبشره، مفيش حد في الدنيا قدر يتحكم في ده، بس احنا كلنا وتعلمنا هنا وفي امريكا ان اقل عدد جلسات بيبقى 8 جلسات. حتى وانت شغاله في عدد الجلسات ووصلتي للرابعه والخامسه ولقيتي مفيش شعر بيطلع ما تفرحيش، لازم تكملي الكورس عشان ما يرجعش تاني. فدي حاجة مهمة قوي. إزالة الشعر بالليزر ليه حاجات أو بريكوشن لازم تعمليها قبلها. قبلها مش هتستخدمي سويت ولا أي طريقة عادية لمدة لا تقل عن شهر. لازم أشيل الشعر اللي هشيله بالليزر يومها الصبح أو قبلها بيوم، يا إما بمكان عادية أو بكريم. دي حاجة مهمة جدا علشان الليزر بيشوف جذور الشعر، فدي حاجة مهمة قوي. وبكده نبقى حققنا أحلى النتائج بإزالة الشعر بالليزر. We'll be right back.